أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم. والله إذا كان إنسان عنده عقيدة صحيحة ويمشي على منهج صحيح لا يركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك استقم على ما كما أمرك الله على منهج الله. فمن الطغيان في الإسلام أن تعانق أهل البدع، وأن تجاملهم، وأن تصادقهم، وأن تدافع عنهم، وأن تفرض الحماية لمناهجهم وعقائدهم، وتؤلف الكتب لأجل حماية هذه البدع ولحماية وللدفاع عنها. هذا ضياع